والمقصيين بإقليم العرائس على إنزاحهم لهذه المحطة النضالية من خلال خوضهم الإضراب الإنذاري وتجسيدهم لهذه الوقفة الاحتجاجية. تحية لكل الإطارات النقابية على دعمها ومساندتها بإنجاح هذه المحطة النضالية. تحية للتنسيقية الإقليمية بالعرائس لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، وكذا التنسيقية الوطنية وباقي التنسيقيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع المملكة على ما يبذلونه من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع. بداية نهنئ أنفسنا وإياكم على النجاح الباهر الذي عرفه الشكل النضالي المتمثل في حمل الشارة وكذا خوض الإضراب